إذا عزام شارين تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيدا لتغطية أحداث الليلة الختامية لبطولة العلاف الرياضية الرمضانية الثالثة على أرضية ملعب الاحتراف على كأس الفقيد الأستاذ زاهد قدسي. في هذه اللحظات يقف بجانبي الكابتن أحمد القرني أفضل لاعب في هذه البطولة، لاعب فريق البرشا الفريق اللي كان منافس للقب هذه البطولة وخسر المباراة النهائية أمام دلالات العالمية. بداية أحمد ألف مبروك للقب هارد لك لخروج فريق البرشا. الله يبارك فيك. اولا هذه كره القدم يعني يوم فوز ويوم خساره، نقول الحمد لله على كل حال ومبروك الفريق. احمد هل انت راضي على مستوى فريقك في هذه البطوله؟ والله الحمد لله يعني احنا قدمنا الكوره، في احيان الحظ يوقف ضدك وفي احيان يعني الفريق الثاني يعني فريق عنده يملك نجوم يملك عناصر جيده، احنا قدمنا لكن هذه كره القدم يوم لك ويوم عليك. احمد فريق البرشا ما شاء الله تبارك الله منظومه كرويه داخل ارضيه الملعب يلعبون على طريقه كتلم برشلونة، تنظيم أكثر من رائع داخل أرضية الملعب وحتى على مستوى خارج الملعب في دكة الاحتياط. فريق البرشا منافس للبطولات، هارد لك لخروجكم من هذه البطولة، كيف شفت مستوى تنظيم الدورة؟ والله أول شيء احنا يعني فخورين نشارك في البطولة بالأستاذ سعد العلاف، يعني بطولة جدا جميلة يعني في 32 فريق نحن نوصل للفريق النهائي، يعني جدا يعني راضين عن كل الشيء اللي احنا قدمناه والحمد لله على كل حال. نشكر الأستاذ سعد العلاف على هذه البطولة الجميلة ونشكركم أنتم أيضا على تغطيتكم الجميلة لهذه الدورة. وأخيرا وليس آخرا، ما هي رسالتك لمنظم هذه البطولة والقائم على هذه البطولة الأستاذ أسعد العلاف وللجنة المنظمة؟ نحن نشكر الأستاذ أسعد العلاف هو من اللجنة القائمة معه على تنظيم هذه الدورة، ونقول إلى الأمام إن شاء الله الأستاذ أسعد وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا لك. الله يسعدك.